نشرة أخبار الخامسة والربع من صوت لبنان مع تحيات ميشيل الصيفي، نتالي المور وجوزيف كريم على التنفيذ. العناوين: اللقاء الخامس بين عون ومقاطي. لا التزم بعدد، لا التزم بمهلة، انا اسعى انه تصير في حكومة. وول ستريت جورنال: انهيار لبنان يحدث مرة كل قرن، والاقتصاد قد لا يعود الى ما كان عليه. رئيس الكتائب: لا استثناءات بالمساءلة. ليش السيد حسن نصر الله فوق المساءلة والمحاسبة؟ هل إهراءات القمح قادرة على الصمود؟ تقرير خاص في سياق النشرة. الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي يؤدي اليمين أمام البرلمان. تعلن شركة نخال عن تسيير رحلاتها المباشرة إلى تبليسي على متن طائرات الميدل إيست، إقامة 14 يوما مع تذكرة السفر إلى تبليسي ابتداء من 990 دولارا مطابقة لشروط الحجر المفروضة حاليا من قبل المملكة العربية السعودية. يسمح لحاملي الجوازات اللبنانية الدخول إلى جورجيا من دون تأشيرة ومع فحص PCR سلبي فقط. نخال سامي الصلاح 01389389 أو نخال.com. إنه الخامس من آب 2021، الرابع من آب قضى، والذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت انتهت، ولكن العاصفة التي خلفتها هذه الذكرى لم تنتهي. الرفض الشعبي للطبقة المجرمة الذي ترجم بعشرة آلاف المحتجين أمس لن يختفي. المطالبة بالحقيقة كاملة وبالعدالة لضحايا الرابع من آب مطلب يومي لن يقتصر فقط على تاريخ الرابع من آب. الإلحاح على محاسبة كل المتورطين من دون استثناء، لأن لا أحد فوق المساءلة، سيبقى طالما أن المجرمين يسرحون ويمرحون من دون عقاب. على أي حال، لو أخفيتم الحقيقة ليس عاما فقط بل مئة عام وعام، اللبنانيون يعلمون جيدا من قتلهم، وهم تجرؤوا على قول الحقيقة عاليا في الشارع أمس، فهل تتجرؤون أنتم على سماعها؟ رئيس حزب الكتائب سامي الجميل وفي لقاء عقد في الصيف لاستذكار الشهداء اعتبر أن انفجار المرفأ يختصر كل مأساة لبنان. ليش إجا النيترات على بيروت؟ مين بعته ولمين؟ ليش بقى 8 سنين بالمرفأ؟ ليش منشال؟ ليش الكمية اللي انفجرت 550 من أصل 2700 طن؟ وين راحوا الباقيين؟ كيف ظهروا من المرفأ؟ بكاميونات مين؟ بعلم مين؟ بإذن من مين؟ ولوين راحوا؟ والسؤال الكبير، هل حزب الله حول العنبر رقم 12 لمستودع متفجرات بالتواطؤ مع الدولة اللبنانية؟ هل كان عم بيزود النظام السوري بالنيترات ليحولها لبراميل متفجرة تنكب على راس شعبه؟ شو يلي ولع الحريق؟ شو يلي انفجر بأول انفجار؟ ليش الرئيس دياب كان نازل على المرفأ قبل بأسبوع من الانفجار وغير رأيه؟ مين قال له ما ينزل؟ وليش قالوا له ما ينزل؟ شو العلاقة بين انفجار المرفأ واغتيال المصور جوزيف بالجاني والعائد المتقاعد بالجمارك جوزيف سكيف ومسؤول مكافحة التهريب بالجمارك العائد منير أبو رجيلة والمناضل الشريف الأخ والصديق لقمان سليم؟ ورأى الجميل أن تفجير بيروت جريمة منظمة ضد الإنسانية ولا عودة إلى الوراء بعده. ما رح نقبل إلا برفع الحصانات عن كل مسؤول كان يعلم، ما حدا فوق المساءلة، ما حدا فوق المحاسبة، إن كانوا رؤساء أجهزة أو نواب أو وزراء أو رؤساء حاليين أو سابقين.
رئيس الجمهورية اعترف أنه كان يعلم قبل ب 15 يوم. ليش هو فوق المساءلة والمحاسبة؟ أجهزة حزب الله ناشطة بالمرفق بعلم الأجهزة الأمنية وكل اللبنانيين. ليش السيد حسن نصر الله فوق المساءلة والمحاسبة؟ أي شخص من دون استثناء كان يعلم مين ما كان يكون ممنوع يكون فوق المساءلة والمحاسبة. السفير البريطاني في بيروت جدد الدعوة إلى القادة اللبنانيين للوصول بنجاح إلى إتمام تحقيق عادل وشفاف في انفجار العام الماضي ومساءلة حقيقية، وقال لا ينبغي تأخير العدالة، مضيفا أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كتب عبر تويتر للتذكير فقط لأن ذاكرة البعض انتقائية، بعد الانفجار بيوم واحد كنت أول من طالب بلجنة تحقيق دولية لكن الحكومة رفضت، وبهذا السياق فإن الدول التي اجتمعت بالأمس في باريس تستطيع تقديم المعلومات الكافية حول الموضوع، ومن استخدم مواد النيترات واستخدمها إلا إذا كانت لعبة الأمم أكبر. مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران كشف عبر تويتر أنه بطلب من النيابة العامة التمييزية فرغت المباحث المركزية ما قاله عماد كشلي حول نقله نيترات الأمونيوم إلى الجنوب، وتم إرسال الملف إلى المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت طارق البطار لإجراء المقتضى القانوني. في هذا الوقت خيارات عدة أمام القاضي بطار في وجه محاولات تمييع التحقيق. مروان القدوم والتفاصيل. سنة بالتحديد على جريمة انفجار المرفأ والسلطة السياسية تكمل في إمعانها بتمييع التحقيق ووضع العراقيل أمام المحقق العدلي القاضي طارق البطار بعدما استطاعت الإطاحة بالقاضي فادي صوان، واليوم تنشط ماكينات هذه السلطة إلى استنباط نظريات وفتاوى قانونية لتفريغ المجلس العدلي من خلال رفض المثول أمام المحقق والجنوح نحو محاكم أخرى كالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والمحكمة الخاصة بالقضاة والمحكمة العسكرية. فهل سدت المنافذ أمام القاضي بطار؟ يجيب الخبير الدستوري سعيد مالك. من الثابت أن كتل النيابية تسعى جهدها لسد المنافذ بوجه المحقق العدلي إسقاطا لطلبات رفع الخصانة وإهمالها، وما محاولة تقديم عرائض اتهام بحق المتهمين من جهة وتعديلات دستورية من جهة أخرى إلا إثباتا أكيدا على نيتهم بخنق التحقيق في مهده. أما لجهة ما إذا كانت قد سدت المنافذ بوجه إسقاط الحصانات، فنحن بانتظار جواب الرئيس بري بوجوب تحديد موعد جلسة للبت بالحصانات عملا بأحكام المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب. بحسب نظام المجلس العدلي الخاص معطوفا على انتهاء العقد في المجلس النيابي يستطيع القاضي بطار حسم الأمور بحسب مالك. أما لجهة أن كيف للبطار أن يستكمل تحقيقاته، فمن الثابت أن حصانة النواب ستسقط حكما مع تشكيل حكومة جديدة ونيلها الثقة، إذ سيصبح مجلس النواب بحال عدم انعقاد لا عادي ولا استثنائي ولا حكمي، وسيصبح بإمكان الرئيس بطار تعيين موعد جلسة للوزراء المعنيين فور إنجاز جلسة الثقة، وبحال عدم الحضور إصدار المذكرات اللازمة بحقهم، وفي أسوأ الحالات باستطاعته تضمين أسمائهم قراره الاتهامي وإصدار مذكرات إلقاء قبض بحقهم مع إصدار قراره الاتهام النهائي عملا بأحكام المادة 364 من قانون أصول محاكمات الجزائية. يظهر من حشد الأمس في الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ وتعطش وإصرار الشعب اللبناني على إظهار الحقيقة أن العدالة ستتحقق طالما هناك من يسعى ورائها. مروان الدوم، صوت لبنان. هل الإهراءات الصامدة منذ تفجير المرفأ العام الماضي لم تعد قادرة على الصمود؟ الجواب مع نتالي المر. في مرفأ بيروت حيث وقعت كارثة الرابع من آب 2020 كل شيء تهدم إلا الإهراءات كانت ما تزال هناك، وقت ذاك قيل أنه لولاها لكان الدمار شاملا، إذ أنها حجبت جزءا من الانفجار من الناحية الجنوبية وأرسلت جزءا منه إلى البحر، وهذا ما أنقذنا من فاجعة أكبر بكثير. جدل كبير أثير في الأيام الأخيرة عن الإهراءات، ما سر صمودها وهل هي آيلة للسقوط؟ خلف
حكاية الصمود هذه عميد كلية الفنون الجميلة الأسبق الدكتور جاك نصر، يحدثنا ابنه المهندس الياس نصر عن قصة الإهراءات. أطلب رأي الوالد يعطي رأيه بالديزاين التكنيك إذا كان مناسب أو لا. هذه الشغلة بتصير كمان مشان البروجي الإهراءات العمل ببار بيروت، بوقتها بيطلبوا منه الرأي التكنيك على المناقصات اللي مقدمين، وكانت هي راسية بالفينال على شركتين، واحدة فرنسوية واحدة تشيكية. هو بيطلب من الشركة التشيكية والفرنسوية يعملوا ديزاين جديد يضرب حساب العوامل الحرب أو عوامل سيسميك أو عوامل سيرشارج ما كانوا بالديزاين إنسيال هني حاطينه. الفرنسوية بيرفضوا والتشيكية بيقبلوا بالموضوع وبتناقشوا معه، بيقلن كيف يرجعوا يعدلوا بالديزاين تبعهم تيصير الإهراءات يتحملوا ريسك دو غير أو ريسك دو سيرشارج أو ريسك سيسميك. وهالأساس بترسل مناقصة على التشيكية لأنه بيعطي هو فيهم أفي فافورابل على الديزاين تبعهم. اليوم لم تعد الإهراءات قادرة على الصمود بعد عام على الانفجار. رئيس جمعية رجال الأعمال اللبنانية الألمانية الياس الأسود أشار إلى انحناءات تزداد يوميا في الإهراءات. محل ما موجودين السيلويات، السيلويات في عليهم كثير علامات استفهام، إذا بيضاينوا ما بيضاينوا، بيوقعوا كل يوم عم بيزيدوا، عم ينحنوا 3 مليمتر، ووضعهم يعني كثير خطير بعد فترة. مشان هيك وأكثر العالم أخذوا قرار فنيين إنه ينشالوا، فما أخذنا بعين الحساب يبقوا هاو السيلويات اللي هم يمكن بيذكرونا الماضي البشع، بس عم نعمل ميموريال هوني كثير مهم بنفس الموقع يحكي عن شو صار وأسامي اللي توفوا. حسب إذا بتشوفوا بنيويورك هيك عملوا، ما رجعوا خلوا أي شيء. وأخذنا الأرض اللي أخذتها بلدية برج حمود على البحر، عملنا فيها الويرهاوسينج تبع الكونتينر تيرمينال، والشقفة فيها سيلويات فيزوم يكونوا بنفس الحجم اللي كانوا هدول. إهراءات بيروت شاهدة على أكبر نكبة عرفتها العاصمة، فهل تبقى أم تزول؟ ناتالي المرصوت، لبنان. عقد رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس المكلف نجيب ميقات اجتماعهما الخامس اليوم بحثا عن حل لعقدتي وزارتي الداخلية والعدل، إذانا بتأليف الحكومة، إلا إذا كان وراء الأكمة أسباب أخرى مانعة من داخل الحدود أو من خارجها. ميقات اعتبر بعد اللقاء أن جلسة اليوم خطوة إيجابية للأمام، مؤكدا أنه لا يلتزم بأي مهلة زمنية، وأنه لا يأتي على ذكر الاعتذار. تقدمنا لو كان التقدم بطيء، ولكن مسابرين ومصرين على تشكيل الحكومة، لأنه بإذن الله فيها خير للبنان ولهالوطن. أنا بتمنى على اللبنانيين أنه ما نحترف التشاؤم. اليوم لا ألتزم بعدد، لا ألتزم بمهلة، أنا أسعى أنه تصير في حكومة. أنا ما جبت سيرة الاعتذار لما حس أنه الطريق صفت مسدود أمامي لإيجاد فريق عمل متجانس للنهضة، بيجي بخاطب اللبنانيين عبركم وبقول لهم بعتذر. بس هلأ بعد ما شفت هالشي ولا حسيت هالشي، ليش تأخلق مشكل منه موجود مشكل؟ وبرسمهما ما كتبته صحيفة وول ستريت جورنال، لعلهما يخطوان أسرع، يختصران طريق الحكومة ويتفقان للبنان لا لطائفتيهما. أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، والليرة فقدت أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، وأسعار المواد الأساسية ارتفعت بأكثر من 700%. وإذا كانت هذه التي كتبتها وول ستريت جورنال تفاصيل مملة وغير مهمة، فقد يستأنس الرئيسان بمعطيات أخرى أوردتهما الصحيفة، ومنها إن انهيار لبنان يحدث مرة كل قرن، والاقتصاد قد لا يعود إلى ما كان عليه، وأن البنك الدولي صنف أزمة لبنان على أنها أسوأ من أزمة اليونان التي اندلعت عام 2008، وأن لبنان قد يأتي بعد تشيلي التي احتاجت إلى 16 عاما للتعافي من انهيارها عام 1926، وأسبانيا خلال حربها الأهلية في الثلاثينيات والتي استغرق تعافيها 26 عاما. وقدر البنك الدولي أن يستغرق تعافي لبنان ما بين 12 و19 عاما. وما يحدث في لبنان اليوم لم يحدث حتى أثناء الحرب الأهلية التي استمرت لسنوات رغم استيعاب ملايين اللاجئين من الدول المجاورة، والصراعات المتكررة مع إسرائيل والاغتيالات السياسية. فهل قرأ الرئيسان ومن معهما ومن يرشدهما ومن يمنعهما تقرير وول ستريت جورنال، أو إنهما لا يقرأان؟
في باريس جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الأمين العام للأمم المتحدة 33 دولة و13 منظمة دولية وخمسة ممثلين عن المجتمع المدني اللبناني في مؤتمر افتراضي لحشد الدعم للشعب اللبناني أمس. المؤتمر الذي أعرب عن قلقه من التأخير في التحقيق في انفجار الرابع من آب أثمر عن دعم مالي بقيمة 370 مليون دولار تضاف إليه مساعدات عينية لتلبية الحاجات الأكثر إلحاحا من غذاء ومياه وموارد صحية وتربوية. فهل يمكن لهذه المساعدات أن تخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية إذا لم تقم السلطة بإصلاحات؟ الجواب في هذا التقرير مع مجدولين العيد. 370 مليون دولار حصيلة الأموال التي تعهد المانحون في مؤتمر الدعم الدولي بتقديمها تلبية للحاجات وكمساعدات للبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية. فهل هذه الأموال مشروطة؟ الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيئة أجاب عن هذا السؤال عبر إذاعتنا. المؤتمر الدولي امبارح بأكد من جديد تعاطف العالم معنا، ولكن الغريب أنه نحن ما عم نتعاطف مع حالنا. نحن كمجتمع لبناني بكافة أقسامه أكيد الأموال اللي راح يبعتوها هي ماذا تكون مشروطة. شو مشروطة يعني؟ ما حدا مستعد يهدر أموال. الفرنسي أو الأمريكي أو إلى آخره عم يتعب بأمواله، عم يدفع ضرائب، ما راح يجي يكبهم. مستعد يساعد لبنان بس مش يكبهم بلبنان. كتير مهم طمن المجتمع الدولي أنه الأموال لن تهدر. إذن هالأموال ما راح تجي غير ما نحن نقوم بالمينيموم اللي لازم نقوم فيه، وإلا فعلاً نكون مذنبين بحق أنفسنا كمجتمع لبناني. المؤتمرون أكدوا العزم على استعمال كل الوسائل المتاحة لتأمين الدعم المباشر للشعب، إلا أن الاقتصاد البنيوي والمساعدة المالية سيتطلب تغييرات عميقة منتظرة من القادة اللبنانيين. فتحت أي عناوين تندرج؟ الأموال اللي يمكن تجينا من المجتمع الدولي أكيد مشروطة بالإصلاحات، يعني مشروطة بأنه نحن نعمل واجباتنا، لأنه ما حدا مستعد يكب مصرياته هيك. إذن إصلاحات كتير واسعة طويلة. أنا برأيي أهم إصلاح هو البدء بمحاربة الفساد. يعني شو ما عملتي إذا في فساد بيروح كله بلا طعمي. ما فيك تصلحي كهرباء بوجود إدارة فاسدة، ما فيك تعملي طرقات بوجود إدارة فاسدة. فاسدة يعني ما بتعمل شغلة وبتسرق. إذن محاربة الفساد هي أساس. مع محاربة الفساد والحوكمة تجي إصلاحات كثير واسعة، من الكهرباء للتعليم للطرقات للمي لشو ما بدك، يعني بتبلشي ما بتخلصي. وبالتالي المواضيع الاجتماعية، الصحة، هلأ هيني الصحة شو عنا. إذن كل هالمساعدات رح تكون مشروطة، ولكن أهم شيء البدء بمحاربة الفساد. إذن لا شكات على بياض بعد فقدان الأمل بالسلطة السياسية. مجدولين عيد، صوت لبنان. حضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى مكتب المحامي العام التمييزي القاضي جان تنوس من دون محام، وأجاب على أسئلة تتعلق بملف التحويلات السويسرية وشبهات اختلاس وغسيل أموال وتهرب ضريبي. وقدم سلامة للقاضي تنوس إيضاحات حول الادعاءات ضده وغادر بعد ذلك. الجامعة العربية تحذر من مغبة التصعيد في جنوب لبنان. بعد الفصل. في منشات المساء، ما الذي تغير بعد الرابع من آب 2021؟ وهل من قدرة على تصويب المسار القضائي؟ في ظل الاقتراحات المتعددة، ما هي الآلية الكفيلة بضمان عمل المحقق العدلي؟ وما الذي يعيق الوصول إلى الحق والعدالة؟ الجواب مع النائب العام التمييزي شرفاً الدكتور حاتم ماضي. منشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة أخبار الخامسة والربع. إعداد وتقديم جورج شاهين. اطلع رئيس الجمهورية ميشيل عون من قيادة الجيش على نتائج التحقيقات المتعلقة بعملية إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية التي حصلت أمس والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، واعتبر أن تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة خطوة لابد منها لردع إسرائيل عن الاستمرار في اعتداءاتها على لبنان. وأشار عون إلى أن استخدام إسرائيل لسلاحها الجوي في استهداف كرة لبنانية هو الأول من نوعه منذ العام 2006، ويؤشر إلى وجود نوايا عدوانية تصعيدية تتزامن مع التهديدات المتواصلة ضد لبنان وسيادته
مشددا على أن ما يحصل هو انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في الجنوب. وبعد الغارات الإسرائيلية طلب رئيس حكومة تصريف العام حسان دياب من الوزيرة زينة عكر بصفتها وزيرة للخارجية الإعاز إلى مندوبة لبنان في الأمم المتحدة تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على لبنان. رئيس بعثة اليونيفيل ستيفانو ديلكول ترأس اجتماعا ثلاثيا مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة، دعا فيه إلى العمل على وجه السرعة لتهدئة التوترات ومنع الانتهاكات ووقف الأعمال العدائية. كما دعا ديلكول إلى تعاون الأطراف الكامل وفي الوقت المناسب مع اليونيفيل لضمان نجاح جميع التحقيقات الجارية في الحوادث الأخيرة. الجامعة العربية حذرت من مغبة التصعيد في جنوب لبنان وقالت إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ربما لديها غرض من استعراض القوة عبر التصعيد الذي قد يخرج عن السيطرة. سأل مدير مستشفى بيروت الحكومي الدكتور فراس أبيض في تغريدة: مجتمعنا في سباق اكتساب المناعة أو انتشار العدوى، من يسبق من؟ نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري أعلنت تنظيم وزارة الصحة العامة ولجنة تلقيح ماراثون تلقيح للعاملين في القطاع. طلب أصحاب المولدات في خلال اعتصام أمام وزارة الطاقة مصرف لبنان بفتح اعتمادات جديدة من أجل تأمين التيار الكهربائي ليمر فصل الصيف بهدوء، واعتبروا أن المطلوب من الوزارة مراجعة الشركات لتأمين المازوت للمولدات والمستشفيات والأفران من خلال جدول منظم وواضح. انخفض سعر البنزين 98 أوكتان 100 ليرة ليصبح 77600 والمازوت 400 ليرة ليصبح 57100، فيما بقي سعر البنزين 95 أوكتان على حاله أي 75600 ليرة. أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك ارتفاع أسعار جميع أصناف السجائر والمعسل. أدى إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان في إيران اليوم ليصبح بذلك رئيس الثامن للجمهورية الإسلامية. وقال رئيسي إن إرادة الشعب الإيراني تجسدت لمواصلة مسيرة الثورة لتكون البلاد على طريق الحرية والعدالة والتطور. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي الاستعداد لمواجهة إيران التي تشكل تهديدا متعدد الاتجاهات لإسرائيل بحسب تعبيره. في غضون ذلك أعلن وزير الخارجية البريطاني أن لندن ستظل ثابتة في مواقفها فيما يتعلق بالتعامل مع سلوك إيران مؤخرا. وأعلن رئيس الأركان الروسي أن روسيا ستزيد من إمدادات الأسلحة لدول آسيا الوسطى على خلفية التصعيد في أفغانستان. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ الجو غدا غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة مع بقاء التحذير من خطر اندلاع الحرائق. إذن كان في هذه النشرة اللقاء الخامس بين عون وميقاتي. لا ألتزم بعدد، لا ألتزم بمهلي، أنا أسعى أن أثير في حكومتي. وول ستريت جورنال: انهيار لبنان يحدث مرة كل قرن والاقتصاد قد لا يعود إلى ما كان عليه. رئيس الكتائب: لا استثناءات بالمساءلة. ليش السيد حسن نصر الله فوق المساءلة والمحاسبة؟ هل إهراءات القمح قادرة على الصمود؟ تقرير خاص ورد في سياق النشرة. الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي يؤدي اليمين أمام البرلمان. ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة.